السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله حنكمل في الاستاتيكا. اليوم إن شاء الله حنبدأ في شابتر 4. شابتر 4 زي ما انتم شايفين يا شباب اسمه الفورس ريزلتنت. ما ننساش شباب الموضوع المهم جدا ان نفرق بين هذه الشبات. يعني احنا شابتر 1 تكلمنا عن انتروداكشن، تمام، تكلمنا بشكل عام عن الاستاتيكا وايش تعريف الاستاتيكا وايش الوحدات اللي حنستخدمها وشغلات ثانيه ايش اللي حندرسه في المساق، اللي حندرسه في المساق بشكل عام. شابتر 2 بدينا نتكلم عن ريزلتنت فورس، زي ما انتم شايفين برضه شابتر 4 ايش برضه اسمه فورس ريزلتنت زي شابتر 2، بس في فرق بينهم انه لو لاحظتوا ركزتوا في شابتر 2 كنا نتكلم عن فورس ريزلتنت للبارتكل. ايش يعني كلمه بارتكل؟ يعني جزء صغير صغير صغير. وهذا شباب لما احكي فورس ريزلتنت على البارتكل معنى الكلام انه هذه الفورس كلها كونكرنت فورس. ايش يعني كونكرنت فورس؟ يعني تلتقي في نقطة واحدة. ايش يعني تلتقي في نقطة واحدة؟ يعني كلها بتأثر على البارتكلز، والبارتكلز عبارة عن نقطة. البارتكل عبارة عن ايش؟ عبارة عن نقطة، تمام؟ فلما كنا نتكلم في شابتر 2 على الفورس ريزلتنت شباب عشان ننتبه للموضوع، كنا نتكلم على فورس ريزلتنت لفورسز بتلتقي في نقطة واحدة، تمام؟ طيب في هذا الشابتر احنا هنتكلم عن شابتر 2، خلي شابتر 3 لما نصل ايش شابتر 5. شابتر 2 قلنا فورس ريزلتنت لفورس تلتقي في نقطة واحدة يعني بتأثر على بارتكل، تمام؟ وتشوف كل شفتوا كل المسائل كانت عبارة عن فورسز تلتقي في نقطة، لو رجعت كل المسائل حلتوها كانت كلها عبارة عن فورسز تلتقي في نقطة واحدة. طيب في هذا الشابتر يا شباب شابتر 4 هنتكلم عن فورس ريزلتنت بس مش لفورس تلتقي لفورسز تلتقي في نقطة واحدة، وإنما لفورسز ما بتلتقيش في نقطة واحدة، لنن كونكرنت فورس، لنن ايش؟ كونكرنت فورس. وهذا الكلام حنشوفه إن شاء الله بالتفصيل خلال الشابتر. عشان هيك شباب هنا شابتر اوبجكتيفز هنشرح ان شاء الله تفصيل الشابتر اوبجكتيفز عشان نعرف ايش المطلوب منا في هذا الشابتر في الاخر، ايش لازم نصل. هذا الشابتر شباب شابتر طويل شوي، هياخذ معنا وقت كثير، يعني هياخذ معنا وقت اكثر من شابتر واحد واثنين وثلاثه كلهم مع بعض، يعني يمكن ياخذ معنا ثلاث او اربع اسابيع شرح، تمام؟ شابتر مهم كثير. اول اوبجكتيف في الشابتر ها تو ديسكاس ذا كونسبت اوف ذا مومنت اوف ا فورس اند شو how to calculate it in 2 and 3 dimensions. ترى هاي شباب الاوبجيكتيف مهم كثير. بقول بدنا نتعلم مفهوم المومنت، شغل اسمها المومنت، تمام؟ وهذا الشباب المومنت لازمه لنا عشان نقدر نعمل الريزلت. فهذا عباره عن مقدمه، يعني يا شباب احنا حناخذ مقدمه كبيره كثير وطويله في موضوع العزم، في موضوع المومنت. حنعرف ايش هو المومنت ونعرف نحسب هذه المومنت في ال 2 دايمنشن وفي ال 3 دايمنشن، عارفين ايش ال 2 دايمنشن يعني في الاكس والواي، وال 3 دايمنشن في الاكس وفي الواي وفي الزد. الاوبجيكتيف الثاني to provide a method of for finding the moment of a force about specified axis. انتم ملاحظين شباب؟ كل حتى انا بتكلم في المومنت، اول شغله بدنا نجيب قيمه المومنت في ال 2 دايمنشن في ال 3 دايمنشن، وما ننساش شباب هذه المومنت حنحلها حول نقطه، يعني هذا الشباب الاوبجيكتيف الاول كان بتكلم على المومنت حول ايش؟ حول نقطة، يعني هنا حتكلم عن المومنت ايش حول ايش شباب؟ حول بوينت، حول نقطة. هنا في الاوبجيكتيف الثاني بروفايد ا ميثود فور فايندينج ذا مومنت اوف ا فورس اباوت سبيسيفايد اكس، حنتكلم ان نجيب كيف المومنت حول المحور، حول ايش؟ حول المحور. تو ديفاين ذا مومنت اوف ا كابل، في شغلة شباب بنسميها عزم الازدواج، حنعرف ايش هو عزم الازدواج ونعرف نجيب قيمة عزم ايش؟ عزم الازدواج. تو بريزنت الاوبجيكتيف اللي بعديه تو بريزنت ميثودز for determining the resultant of non-concurrent force system. شوف يا شباب هذا الاوبجيكتيف بتاع الشابتر بتاعنا، يعني احنا بعد ما اخذنا كل المقدمه هذه، كل هذه المقدمه في العزم وانواع العزم وكيف نجيب العزم حول النقطه حول الاكسس وعزم الازدواج والعزم في ال 2 دي والعزم في ال 3 دي، حنصل ل الاوبجيكتيف الرئيسي تاع الشابتر اللي احنا من خلاله حنجيب الريزلتنت فورس. ايش؟ للنن كونكرنت فورس. ايش النن كونكرنت فورس؟ الفورسز اللي ما بتلتقي في نقطه واحده. ننتبه انه كان شابتر 2 بيتكلم عن الفورس اللي بتلتقي في نقطه واحده، هذا الشابتر بيتكلم ان كيف نجيب العزم لفورسز ما بتلتقي في ايش؟ ما بتلتقي في نقطه واحده. طيب وهذا شباب العزم كان لابد منه عشان نقدر ايش؟ نخش على الموضوع وعلى الاوبجيكتيف بتاعنا هذا. طيب تو انديكيت هاو تو ريديوس ا سمبل، وهذا شباب الاوبجيكتيف الثاني المهم في الشابتر
انه to indicate how to reduce a simple distributed loading to a resultant force having a specified location. كيف يا شباب؟ لو كان عندنا حاجة اسمها distributed load. هاي شو distributed load؟ هنفرق بينه وبين شغل اسمه point load أو concentrated load. وحنجيب لو كان في عندنا أكثر من force، تمام؟ كيف نحول هذه الفورسز لفورس واحدة، يعني resultant force، تمام؟ إذا مكانش، وكيف لو كان في عندنا distributed load معهم، كيف نحول distributed load لconcentrated load أو point load وبعد كده نحوله لفورس واحدة، تمام؟ فمن خلال هذا الأوبجيكت الشباب حنتعلم، هذا حيكون في آخر جزئية في إيش؟ في الشابتر إن شاء الله. وهذا نفسه للشباب الكلام حنستخدمه حيلزمنا في شابتر مين؟ شابتر خمسة. في شابتر إيش؟ خمسة إن شاء الله. طيب اليوم إن شاء الله شباب هنتعلم شغلتين: understand and define moment، نتعلم إيش يعني العزم وتعريفه، ونتعلم كيف نجيب قيمة العزم في إيش؟ في 2D وفي 3D في خلال الجزء الأول. أنا مش عارف هل نقدر، يعني ممكن الجزء الأولاني نخلصه، تمام؟ اللي هو إيه؟ ممكن بيه نخليه للمحاضرة الجاية. هذا بيه ممكن يكون للمحاضرة الجاية، ممكن نشرح جزء منه، الجزء الثاني ضل إيش؟ المحاضرة الجاية. أول حاجة شباب بعرف العزم. في شغلة شباب مرت عليكم قبل كده، مر عليكم موضوع العزم، سواء كان في المدرسة أو في سنة أولى، ممكن مر عليكم في الفيزياء كمان. العزم هنا يا شباب اللي هو المومنت، وممكن نسميه التورك. يعني التورك او مومنت، تمام؟ مومنت معناها عزم، تورك معناها التواء. شوف شباب في فرق بينهم. لو واحد فيكم في البيت معاه مسطره، مسطره مش سكيل، مسطره عاديه، تمام؟ ومسكها من هنا، واحد من اخوته او هو نفسه مسكها من بيد من هنا وبيد من هنا، وضغط عليها من النص، مسطره بلاستيك من الرقيقه هذه، مش على السيف، يحطها على بطنها، تمام؟ حيصير فيها هيك كده لتحت، تمام؟ ايش هذا الشباب بنسميه؟ هنا تولد فيها عزم، هذا بنسميه عزم، انه صار فيه انثناء، انحناء في المسطره، تمام؟ جربها في البيت. لو جاب المسطره نفسها ومسكها بيده من هنا وبيده من هنا ولفها، لفها بالطريقه شباب هاي هيك، مسكها من هنا ومسكها من هنا ولفها زيك حول المحور هذا هيك، تمام؟ فبصير فيها التواء. هذا اسمه مومنت وهذا اسمه تورك. هذا اسمه مومنت أو اسمه تورك. الاثنين لهم نفس وحدة القياس. انت بتعرف شباب الام زي ما حكيتوا ممكن بيسوي وحدة قياس قوة ووحدة قياس طول. فورس في لينكث او في دي، تمام؟ فهي عبارة عن نيوتن في الميتر، تمام؟ سواء كنا بنحكي مومنت او تورك لهم نفس وحدة القياس. شباب بهذا الكلام المهندس المدني او مهندس المدني حيتعرف عليه اكثر، موضوع التورك والعزم في موضوع في ماده ميكانيكا المواد او مقاومه المواد ان شاء الله الفصل الجاي، وحيتعرف عليه في موضوع لما ندخل مواضيع التصميم ان شاء الله. في فرق في موضوع التصميم، فرق بين العزم والتورك وموضوع الالتواء، في فرق بينهم مع انهم لهم نفس الوحدات في القياس، تمام؟ طيب خلينا بغض النظر عن المومنت او التورك، تمام؟ ايش معناها؟ The moment of a force. لازم شاب المومنت تتولد من مين؟ من فورس. يعني عشان يصير عندي عزم لازم يكون في عندي ايش؟ فورس، تمام؟ في الاغلب مش نقول دائما، وانما شباب عشان يكون في عندي عزم لازم يكون عندي فورس. مش في عندي التواء، في عندي انحناء، لازم يكون في عندي فورس. فبقول لي المومنت او التورك of a force about a point or axis. طلع من الحديث شباب، يا اما حول نقطة يا اما حول محور. يعني قيمة العزم اللي بينتج من الفورس حول نقطة او حول محور provides a measure of the tendency of the force to cause a body to rotate about the point or axis. يعني العزم اللي بينتج من فورس شباب، سواء كانت هذه الفورس حول محور بتلف حول محور او حول نقطة، هو عبارة عن الدوران اللي بيصير في الفورس، أو إيش الدوران اللي بيصير في الإشي أو في الشيء اللي بأثر عليه الفورس. زي إيش الشباب مع الكلام؟ إنه لو كان في عندي بالطريقة هاي ماسورة، تمام؟ فتعرفوا مفتاح الإنجليزي يا شباب، جيت حطيته على الماسورة هاد وضغطت بالفورس هنا بإيدي، إيش بده يصير في الماسورة هذه؟ حتلف حول المحور تاعها، تمام؟ حتلف حول إيش؟ المحور هذا. ف بمجرد اني اثرت الفورس صار عندي روتيشن، بمجرد انه صار في روتيشن صار في ايش؟ صار في عزم. فهو بمجرد اني اضغط الفورس على جسم معين حيصير في هذا الجسم دوره،
حدوث الدوران مع الكلام انه تولد ايش؟ تولد عزم او تولد تورك او تولد مومنت، تمام؟ سواء قلنا مومنت او تورك فهو ايش معناه؟ هو نفس ايش؟ الكلام. فور اكزامبل كونسيدر ذا هوريزونتال فورس اف اكس زي ما انت شايف بقول لك which acts perpendicular to the handle of the wrench. ان الرنش المفتاح يا شباب هي عمودية على المفتاح عاملة perpendicular عمودية and is located a distance dy تبع المسافة dy from point O للنقطة O زي ما انت شايف، تمام؟ هذا شباب في الـ 3D الكلام من is seen that this force tends to cause the bike to turn about the z-axis. فهي شباب بمجرد اني حطيت الرنش والمفتاح على الماسورة ولفيتها بايدي، تمام؟ زي ما انت شايف بده يصير عندي ايش؟ بده يصير عندي روتيت حول المحور زد. اذا انا اعتبرت هذا المحور واي، هذا المحور اكس، وهذا المحور اللي واقف اللي هو زد، تمام؟ فبصير عندي روتيشن حول المحور مين؟ زد. وهنا شباب بنسميه هذه باسم المحور اللي بتلف حوالي، يعني بنسمي المومنت باسم ايش؟ انا لفت حول المحور مين؟ لف، صار الدوره حول المحور مين؟ حول المحور زد، فبنسميها ام زد. ولاحظوا يا شباب دائما دائما قيمه العزم او اتجاه العزم زي ما انتم شايفين، انا صار عندي دوران صح؟ مجرد ما حطيت الفورس صار دوران، اتولد ايش؟ روتيشن حول المحور مين؟ حول المحور زد. هذا الروتيشن سميت المومنت ام زد. فبمجرد ان تكون الفورس والذراع تاع الفورس، هذا بنسميه شباب ذراع العزم، الفورس ذراع العزم اللي هو دي واي، هذه الفورس اف اكس وذراع العزم دي واي بيكونوا في المح في الـ في الـ في المستوى اكس واي، فمعنى الكلام لازم تكون قيمه العزم جايه او اتجاه العزم جاي في المحور مين؟ في المحور زد. في المحور ايش؟ زد. دائما اتجاه العزم عمودي على المستوى اللي بتقع فيه الفورس وذراع العزم. هاي شباب قاعده دائما، الحين حنشرحها كلام بزياده. اتجاه العزم زي ما احنا زي ما تشايفين، وهذا مبين يا شباب عندك هنا، انت قاعد بتلف بالمفتاح تمام؟ في الماسوره هاي صار فيها دوران، الدوران صار حول مين؟ حول المحور زد، المحور الواقف. طب الفورس انت وين ملاحظها؟ جاي في المستوى اكس واي. طب والدي واي هذا اللي هي اللي ذراع العزم برضه جاي في المستوى اكس واي. طب المستوى اكس واي ايش مين العمود عليه؟ المحور زد. فدائما اتجاه العزم يعني اتجاه الروتيشن تمام بسميه باتجاه مين؟ الدوران اللي بيصير حول المحور، تمام؟ هذا بنسميها ايش يا شباب؟ ام زد. فانا الروتيشن اللي هو العزم، اتجاه العزم عمودي على على المستوى اللي بيحتوي الفورس وذراع مين؟ وذراع العزم. طيب فبقول لي قيمه العزم بتساوي الفورس مضروبه في مين؟ في الذراع. قيمه العزم حول اي نقطه بتساوي الفورس مضروبه مين؟ مضروبه في المسافه دي، اي الفورس هذه اف وهذه المسافه ايش؟ دي العموديه. المسافه دي ايش؟ العموديه. هاي بعرفهم بقول لي وير دي از ريفير تو از ذا مومنت ارم، بنسميها يا شباب ذراع العزم. دي هذا شباب هذا بنسميها ذراع العزم، هاي معناها اور بيربنديكولار ديستانس فروم ذا اكسس ات بوينت او تو ذا لاين اوف اكشن اوف ذا فورس، او هي عباره عن المسافه العموديه من وين لوين؟ فروم ذا اكسس ات بوينت او، من الاكسس عند النقطه او هيها، تمام؟ هذه النقطه او كويس تو ذا لاين اوف اكشن اوف ذا فورس. وين لاين اوف اكشن؟ اللي هو خط عمل القوه، هي خط عمل القوه هذا اللي هو اف هذا شباب. المسافه هذه دي هي عباره عن المسافه العموديه، او شباب ممكن نسميها اقصر مسافه. دائما شباب المسافه العموديه اقصر مسافه. خليني اسهل عليك شوي، لو كان في عندك نحكي في 2D، هذا الكلام كله في 3D. هاي فورس اف وهي النقطة O. وين المسافة العمودية؟ هي بنرسم عمود من O، بتعرف شو رسم عمود؟ أخذته في المساحة وأخذته في أكثر من شغلة. فورس هذا بنسميه مسافة دي. F في دي بيعمل لي عزم حول إيش؟ قيمته لو أنا أثرت الفورس هنا على شغلة معينة، فقيمة الفورس حول النقطة O بيساوي F مضروبة في دي. F هي عبارة عن الفورس ودي عبارة عن المسافة العمودية من النقطة O لمين؟ لخط عمل القوة. طب لو كانت النقطة هنا كيف بدي اجيب المسافه العموديه؟ بدي امد خط عمل القوه، لانه بقول ايش؟ لاين اوف اكشن. ايش لاين اوف اكشن؟ خط عمل القوه. خط عمل القوه دائما شو ممتد من اول لاخر، هاي المسافه دي برضو عموديه او اقصر مسافه. فدي هي عباره عن اقصر مسافه او ايش؟ او المسافه العموديه من النقطه اللي بدي اجيب عندها العزم لخط عمل القوه. اكتبوها عندكم هذا شباب، دي هي عباره عن المسافه العموديه او اقصر مسافه من النقطه اللي بدي اجيب عندها العزم لا خط عمل القوه. هاي خط عمل القوه، وين ما تروح بضلوا ماشي عدل. خط عمل القوه شباب لاين اوف اكشن، خط عمل القوه، تمام؟ خط عمل القوه يعني كانت الفورس هيك، هاي لاين اوف اكشن تاعها ضلوا مستقيم عدل، تمام؟ لاين اوف اكشن بنسميه بيمشي مع الفورس من اول لاخر كل عدل، تمام؟ تجيب مسطره بترسم، لو كان عندك نقطتين خلص بيكون ايش؟ اللاين اوف اكشن. ف
هادئه، وين ما تكون دائما بدي اروح منها لخط عمل القوه ارسم. عشان احنا الخط المستقيم بالمثل بنقطتين، فانت عندك خط عمل القوه لو عليه اكثر من نقطه حط عليه المسطره وامشي فيه عدل بديك خط عمل القوه، تمام؟ يعني يكون عدل تمام مستقيم كويس. فهاي شباب الدي هي عباره عن المسافه العموديه بنسميها الله مومنت ارم، او هي المسافه العموديه من النقطه A من النقطه اللي بجيب عندها العزم، سواء ايش ما يكون اسمها شباب، ممكن تكون نقطه A، ممكن نقطه O، نقطه C، نقطه D، اي نقطه بطلب منك تجيب عندها العزم بدك تجيب المسافه العموديه منها لخط عمل القوه او اقصر ايش او اقصر مسافه، زي ما اخذته في الاسقاط في المساحه او في الرسم الهندسي، دائما اقصر مسافه هي المسافه مين العموديه كنت تعملوها بالمتر. يمكن يمكن ما اخذتوش المساحه معك الفصل هذا المساحه العمل ان شاء الله. المهم او مر عليكم قبل هيك شباب انه هي عندي انا هي خط هاي النقطه هنا مثلا، بروح بمد اللاين اوف اكشن تاعها تمام، وبقول هذه المسافه العموديه، هذه المسافه دي، هذه دي المسافه العموديه، هي عباره عن ذراع العزم، هي عباره عن المسافه اقصر مسافه والمسافه العموديه من النقطه اللي بجيب عند العزم لا خط عمل القوه، برسم ايش عمود عليه وبجيبها وبقيس المسافه، بتطلع ايش يلا باكشن، بضربه في الفورس بديني مين، بديني قيمه العزم حول النقطه. طيب يونتس اوف ا مومنت، بقول لي وحده قياس المومنت، ماجنيتيود كونسيست اوف فورس تايم ديستانس، تمام الفورس مضروبه في مين، في الديستانس يعني نيوتن في المتر او باوند في الفوت حسب الوحده، نيوتن في المتر او باوند في الفوت. طيب دايركشن، هذا الكلام حكيت في الدايركشن قبل شوي بالدعي. The direction of MO will be specified by using the right hand rule. هذا شو قاعدة اليد اليمنى. هذه قاعدة مين؟ اليد اليمنى. To do this, the fingers of the right hand are curved such that they follow the sense of rotation. أنا شباب بقول انتبه زي ما تستخدم قاعدة الحين هشرحها. Which would occur if the force could rotate about point O. The thumb then bones along the arm. موضوع سهل كثير يا شباب. طلعوا في ايد هنا، في عندي فورس، شايفين فورس اف؟ حط اصابعك في اتجاه الفورس. قبل ما تلفهم، قبل هو لففهم هنا، خليهم عدلين في اتجاه الفورس، تمام؟ الروتيشن وين حيصير يا شباب؟ لف اصابعك مع الروتيشن. هاي لفيت اصابعي مع الروتيشن، فبقول لي الثم اللي هو الابهام بيكون هو عباره عن اتجاه العزم، واحنا دائما يا شباب قلنا اتجاه العزم عمودي على الفورس والمسافه دي. طب الفورس والمسافه دي بيقعوا في المستوى هذا اللي هو ايه؟ عباره اتجاه العزم حيكون شماله عمودي على ايش؟ على المستوى، تمام؟ اكسس سو ذات ذا مومنت اكسس سو ذات ات جيفز ذا دايركشن اند سنس اوف ذا مومنت فيكتور ويتش از ابورد اند بيرنيكولر تو ذا شيدد بلان كونتيننج اف اهلي. دائما بقول لي بيكون اعلى ويكون ايش؟ عمودي على الشر بلان اللي بيحتوي اف وبيحتوي مين؟ بيحتوي ايش؟ بيحتوي دي، تمام؟ طيب the moment of a force about a point provides a measure of the tendency of rotation sometimes called a torque. بعض الاحيان بنسميها، لخصت شباب هو نفس التعريف اللي هنا، تمام؟ the moment of a force about the axis tendency of the force causes ايش؟ rotate حوالين ايش؟ طيب الكلام شباب كله بشكل عام كنا نحكي في ال 3 دي كيف اجيب الاتجاه المومنت في ال 3 دي، اتجاه المومنت في ال 3 دي شباب بنستخدم فيه قاعده اليد اليمنى، زي ما احنا شفنا بنقول نحط اصابعنا في اتجاه الفورس، بنلف الاصابع مع اتجاه الدوران، تمام؟ فبكون الابهام لاعلى. طب شوف يا شباب الفورس اعكس الفورس هذا، الفورس اللي عندك اف هذه اعكسوها، حط اصابعك في اتجاه الفورس، هاي اصابعي في اتجاه الفورس، الدوران حيصير العكس، تمام؟ اذا الابهام حتلاقيه نزل لتحت معك، حتلاقي الابهام نزل لتحت، يعني بدل ما هو موجب زد حصير زالب زد. يعني كنت بحكي هذا على الاكس، لو كان هذا اكس واي بلين حكون هذا زد، حكون عكس، يعني لو عكست الفورس هذه كذا حط اصابعك في اتجاه هذا حتلاقي الابهام شمال ونزل ايش؟ لاسفل عشان الاصابع لفوا من يمين اتجاه الدوره. طيب In 2D case the magnitude of the moment is m بتساوي f في d. هاي الشباب في 2D، خلينا نتكلم احنا في الاول عن 2D بعد كده هنخش في 3D. فقيمة العزم في 2D بتساوي قيمة الفورس مضروبة في المسافة العمودية من النقطة اللي بجيب منها الفورس لخط من النقطة اللي بجيب حواليها العزم لخط عمل القوة. عيد كمان مرة. m بتساوي f في d. f هي عبارة عن الفورس و-d هي عبارة عن المسافة العمودية من النقطة اللي بدي اجيب حواليها العزم لخط عمل القوة. فزي ما حكينا هاي النقطة اللي بجيب حواليها العزم
هاي الفورس تمام، هذه الاف بكل مدينه قيمتها، ضل عندي دي بروح برسم مسافه عموديه هيك واجيب قيمه دي بقول ام بتساوي اف في دي. طيب اشون دي از ذا بيربنديكولار ديستانس فروم بوينت او تو ذا لاين اوف اكشن اوف ذا فورس، هي عباره عن المسافه العموديه من النقطه او لخط عمل مين؟ لخط عمل القوه. ان 2 دي ذا دايركشن اوف ام او از ايذر كلوك وايز اور كاونتر كلوك وايز. هنا شباب ريحنا شوي. في 3 دي نستخدم قاعده اليد اليمنى، وحنسهل عليكم الموضوع قدامي شوي ان شاء الله بقاعده اليد اليمنى. في 2 دي بقول اذا كان الدوران بيصير في الجسم مع عقارب الساعه تمام او عكس عقارب، بدك تشوف الدوران هل هو مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. بقول ان 2 دي ذا دايركشن اوف ام او از ايذر كلوك وايز اور كاونتر كلوك وايز، يا اما بده يصير مع عقارب الساعه او ديبندنج اون ذا تندنسي اوف روتيشن، على ايش؟ اتجاه الدوران تمام. كويس، يعني دوران شباب انت امسك اي جسم في الدنيا ولفه، يا اما بده يلف مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه تمام. فخلينا نشوف ايش بده يقول لنا الاشاره تمام. For example M O بساوي F D، هاي النقطة O تمام، هاي الفورس F، راح بد خط عمل، شفت كم خط عمل قوة مستقيم ورسم مسافة عمودية، قال لي هذه عبارة عن الدي، فقيمة الأم حول النقطة O بتساوي قيمة الفورس مضروب في المسافة، في مسافة مين؟ في المسافة العمودية. And the direction is counter clockwise، والدوران يا شباب ايش بيصير؟ counter clockwise. كيف عرفوا انه counter clockwise عكس عقارب الساعة؟ شوفوا يا شباب هنا بدنا ننتبه، حط اصبعك عند النقطة O، واحد من اصابعك عند النقطة O واضغط فيه تمام؟ كويس، زي ما انا هنا حاط المؤشر هنا، خليني احط هاي هنا، اضغط باصبعك هنا على الشاشة انت هنا على شاشة الكمبيوتر او على السلايد قدامك، اضغط باصبعك هنا وامسك الفورس بايدك من هنا، امسك الفورس بايدك وشد. كيف الدوران حيصير؟ حيصير الدوران هيك ولا حيصير كذا؟ حتلاقي الدوران وين صار يا شباب؟ زي ما حكينا، حط اصبعك هنا واضغط تمام؟ اضغط كذا باصبعك على الشاشه او على السلايد اللي امامك وشد بايدك هيك، حتلاقي الدوران صار كذا. طب الدوران كده ايش ماله يا شباب؟ الدوران كده عكس عقارب الساعة، فبقول لي إذا كان الدوران عكس عقارب الساعة فبكون الدايركشن ايش ماله؟ موجب. طب دايركشن از كاونتر كلوك، كاونتر كلوك وايز يعني عكس عقارب الساعة، كلوك وايز مع عقارب الساعة. Often it is easier to determine M O by using the components of F as shown. تمام؟ سيبك من هذا. تمام؟ خلينا احنا على هذا. فهنا جاب المسافة العمودية ايش مالها دي؟ Using this approach تمام، سيبك من هادي تمام، زي ما حكينا شباب هنا لو طلعت معاه، خلينا لعند هنا سيبك منها عندنا هنا كلام فعلا. فهنا شباب الدوران، طب لو كانت الفرصه عامله كده العكس نفس الاتجاه، شايفين شباب عكس الاتجاه بس على نفس خط العمل، اضغط باصبعك هنا وشد الفورس حتلاقيه دوران صار كده، دوران كده ايش ماله؟ حول النقطه مع عقارب الساعه، اذا لازم هنا احط سالب تمام، سالب ايش؟ اف دي، اذا مع عقارب الساعه سالب عكس عقارب الساعه ايش ماله؟ موجب. واحنا ممكن مرات نسال حالنا لو ما كانتش يعني شباب ليش هنا عمل هاي، بس اقول لكم شغله نمحى الشغله بس ايش هنا سوا؟ بقول لي مرات شباب صعب اني اجيب المسافه العموديه، يعني هنا A وبي، طول هذا A وطول هذا B تمام؟ كويس، فهنا طول A وطول ايش ماله؟ طول B، بس هذا D ماله مش معلوم، يعني انا عشان اجيبه بدي اعمل شويه شغلات اللي هم ايش؟ بدي اعمل هيك مثلث، بس عندي مثلث هنا قائم الزاويه وهذه A وهذه B تمام؟ واجيب من معلومه، اجيب الزاويه هذه واجيب الزاويه هذه واطلع الطول هذا واطلع الطول هذا، بصير عندي زاويه وضلع، يعني ممكن انا من A وB اجيب A تربيع زائد B تربيع حتى اقدر اطلع مين؟ الوتر، يصير هذا وتر للمثلث هذا وتر للمثلث هذا صح؟ وبقدر اجيب الزاويه هذه من A وB تمام؟ من الزوايا بقدر اجيب الزاويه، بصير عندي وتر وزاويه، بقدر اطلع مين؟ اطلع دي بضرب اف دي بطلع لها. طيب
هذا شباب احد الحلول. الحل الثاني اني اجيب احلل الفورس لاف اكس ومين اف واي، بقدر احلل ولا لا؟ اذا انا عرفت الزاويه اللي هنا، اللي هنا واللي هنا، بقدر احلل. هذه اف في كوزاين الثيتا هذا، وهذه اف ايش مالها؟ في ساين الثيتا. شباب ما حدش يقول لي كيف كوزاين وكيف ساين، ما بديش حدا يحفظ حفظ. شباب له اصل للموضوع، يعني في طلاب سالوني ليش يا باشمهندس كوزاين وليش كوزاين، والدكتور الفلاني حكى لنا كذا والدكتور الفلاني حكى لنا كذا. خليك على شرحي وافهم. هذا شباب عباره عن حساب مثلثات. هاي عندي مثلث تمام، هاي الزاويه ثيتا تمام، ثيتا بتساوي المجاور على الوتر، وثيتا بتساوي كوزاين ثيتا بتساوي المجاور على الوتر، وساين ثيتا بتساوي المقابل على الوتر. من هنا اجى. فلما اقول كوزاين ثيتا تمام بتساوي اف اكس، لانه اصلا هذه اف اكس بتساوي اف كوزاين ثيتا لانه الوتر مضروب في الكوزاين، وهذه اف واي بتساوي الوتر مضروب في الساين لانه هو مقابل مجاور. من هنا اجى، ما حدش فضل حفظ. فانا سهلت عليك قلت لكم هي ثيتا عند المحور اكس، بتحط اف كوزاين ثيتا. طب لو كانت ثيتا هان بتصير اف واي هي اف كوزاين ثيتا. يعني لو كانت هذه ثيتا هان، يعني هذه الزاويه 40، هذا حتكون كم؟ 50، لانه يعني 90 كلها صح؟ فهنا بنقدر نقول اف كوزاين ال 40 اللي هي الاف اكس، والاف واي اف ساين ال 40، او اف اكس اف ساين ال 50 واف واي اف كوزاين ال 50. ما حدش يقول لي كيف اجت هذه باشمهندس، هذه الاصل من حساب مثلثات من الساين والكوزاين، مش الواحد يحفظها حفظ تمام؟ فمفهوم. عشان نريح حالنا احنا الها اصل لا تو حكيته. والشغله الثانيه الزاويه جايه على المحور اكس، يعني الاف اكس هي في كوزاين تمام، الزاويه جايه على المحور واي الاف واي هي في كوزاين تمام، وبالتالي بتكون ايش مالها؟ بتكون ساين. اكيد فاهمين الكلام هذا اكثر مني انت، ما بدناش نقعد نحكي بحاجات فاضيه تمام. طيب فهنا شباب بقول لي انت ممكن تريح حالك، اذا الاي عندك مقول بي معلومه بتحلل اف اكس واف واي، فبصير بدل ما تعمل عزم واحد بصير عندك عزم كم عزم؟ اثنين. واحد بتعمل له عزم الاف اكس تعمل الاف اكس تعمل عزم، والاف واي مالها؟ تعمل عزم تمام؟ اف اكس حتساوي الام بتاعت الاف اكس، يعني الام جاي من اف اكس، المومنت الجاي من اف اكس بتساوي الاف اكس مضروبه في مين؟ في المسافه، المسافه العمل. ايش المسافه العمل؟ بدك تمد خط العمل، هاي خبدينا خط العمل وهي النقطه او رسمنا مسافه العمل. ايش المسافه العمليه تاعتها؟ حتكون بي. طب موجب ولا سالب؟ حط اصبعك عند او وشد بالاف اكس، حيصير دوران مع عقارب الساعه. اذا ايش مالها؟ سالب. هي حطها هنا شايفينها سالب اف اكس بي. طيب الاف واي، هاي اف واي كان المسافه العموديه، مد الاف واي كده وارسم المسافه العموديه. اذا المسافه عم تطلع مالها؟ بتطلع ايه. طب الدوران الشمالي بيصير يا شباب، حط اصبعك عند او هنا وشد هيك الفورس تمام، بيصير الدوران عكس عقارب الساعه. اذا مالها؟ موجب اف واي في ايه. هذول الاثنين لو جمعتهم حيدوك نفس القيمه، حيدوك نفس ايش؟ القيمه تمام. يا شباب مع الكلام كله ايش اللي بحكيه؟ اذا كان الدوران مع عقارب الساعه اذا قيمه العزم سالب، الدوران عكس عقارب الساعه قيمه العزم موجب. مش معنى الكلام انه سالب يعني بالسالب، لا، هو بيدل اتجاهه. لما يقول لك سالب معنى الكلام اتجاهه. زي ما نيجي نقول اف الفورس بتساوي سالب 5، معنى الكلام اتجاهه جاي في النيجاتيف مثلا اكس اكسس تمام؟ هي معنى الكلام. طيب قبل ما اشرح الاكزامبل هذا خلي بس اخذ اكزامبل بسيط هنا وانهي المحاضره عشان المحاضره الجايه نكمل. انا شايف في عندي اف 1 واف 2، فبدي اجيب قيمه عزم اف 1 حول النقطه او، وبدي اجيب قيمه عزم اف 2 حول النقطه او. شوف يا شباب اف 1 الام ده مش بيساوي اف دي، خلص هذه صارت معروفه. اف 1 كم قيمتها؟ 100، معلومه ما فيش مشكله عندنا في 100. المسافة بين اف 1 والنقطة او هاي المسافة العمودية ولا لا؟ ايش رايكم؟ هاي المسافة العمودية، هذا العمودي 4.5، يعني ضرب 4.5. طيب طلع عندنا موجب ولا سالب؟ حط اصبعك هنا واضغط بالفورس هذا هيك، الدوران شماله بصير كده ولا كده حول الاو؟ بصير هيك. 100 في 4.5 هاي 100 في 4.5، اذا هذا عكس عقارب الساعة. اذا ايش حيصير ماله؟ موجب. نحدي 450 كيلو متر في المتر، في المتر ايش مالها؟ موجب. طب الاف 2 كم قيمة العزم؟ هاي الاف 2 200، هاي 200. أو المسافة العمودية بين او وبين اف 2، شوفوا ملاحظين يا شباب انه الاف 2 داخلة في النقطة مين؟ النقطة او. فالمسافة العمودية بينهم كم؟ صفر. فقيمة العزم بتعمله اف 2 حول النقطة ايش بيساوي؟ ايش ماله؟ صفر، لأنه 200 ضرب صفر. هذه شباب قاعدة
اذا الفورس مرت في النقطه، اذا الفورس مرت في النقطه فمعنى الكلام قيمه العزم اللي تعملها الفورس حول النقطه كم بتساوي؟ بتساوي صفر. لو بدي اجمع العزوم بقول ال 450 زائد صفر بديني ايش؟ 450 كيلو نيوتن في المتر موجب، او بقول 450 كيلو نيوتن موجب ايش مالها؟ عكس اقارب الساعه. يا كده يا شباب خلينا ننهي المحاضره عشان ان شاء الله المحاضره الجايه ما ننسى الاكزامبل هذا نرجع له تمام ونكمل باقي ايش؟ باقي الاكزامبل ان شاء الله. يعطيكم العافيه.